استمرار عدم اصدار قرار من السيد الدكتور وزير الصحه باصدار اللائحه الماليه والاداريه للنقابه المطبقه وذلك بالمخالفه لنص الماده 19 من قانون انشاء النقابه السابقه، وقد سبق ان اشار الجهاز الى ذلك في التقارير السابقه عن فحص الزناد، وقد قامت النقابه بسداد مبلغ 8000 جنيه لاحد المكاتب لاعداد لائحه جديده بما يتفق احقاق القوانين الساريه، وسجل ثم اربعه مجلس النقابه واعتمادا للجهه المختصه الامر الذي لم يتم حتى ذلك. في الرواد والدكتور امجد الملاحظه وعاوزين موافقه الجمعيه على تصرف المجلس بان هو يخصص هذه الجراجات باقل من مبلغ السعر في السوق ب 30000 جنيه. تضمنت سنه 5 دائما اخرى مبلغ نحو 8000 جنيه قيمه فروق حساب العلاوه الدوريه، حيث قامت المقاومه بتعليقات على حساب المذكور تمهيدا لصرفها فيما بعد على الرغم من مقام حساب العلاوه الدوريه على اساس التامين طبقا لما اوصى به الجهاز لتقرير السماح رؤوس الجهاز لتخفيض حساب الرصيد الاداريه الاخرى مقابل تعليقاتها على حساب بلاد النقابه وعدم اكتسابها مره اخرى. والجهاز لا يشكر الساده القائمين على النقابه ولا عاملين بها على تعاونهم مع الجهاز، ونتمنى لكم التوفيق في اعمال جمعيتكم اليوميه، وشكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا السيد. كان في تعقيب من الدكتور امجد. أنا بشكر الأستاذ سيد وبقية أعضاء الجهاز على المجهود اللي بذلوه معانا خلال العامين السابقين، ومن منطلق التعاون اللي ما بين نقابة سيادة القاهرة وما بين الجهاز بقول تاني وبأكد ده نوع من أنواع التعاون والتكامل اللي إحنا بنأتي فيه في الآخر إلى ضبط منظومة العمل الإداري والمالي. أول موضوع كان بنتكلم فيها السادة أعضاء الجهاز كان وجود عجز في الفائض بتاع ميزانية 2012 بمبلغ 42000 جنيه. في بعض الأوقات الأرقام لما بنقراها ممكن نقراها بشكل سلبي، ولكن هي في نفس الوقت لما تقراها من ناحية تانية بتقراها بمنظور إيجابي. العجز 42000 جنيه في ميزانية 2012 بالمقارنة بعجز 161000 جنيه كان في ميزانية 2011. لما بيتناقص العجز من سنه لسنه ده بيدي مؤشر ايجابي لان الوضع المالي للنقابه في تحسن. المصروفات اللي زادت في 2012 بالمقارنه ب 2011 زادت بنسبه 3.5%، احنا ما بنقولش زياده، احنا بنقول ان هي قلت، لان نسبه المصروفات كانت في 2011 ل 2010 19.5%، قلت في 2012 ل 2011 بنسبه 3.5%. ده كله بيدينا مؤشرات ان الوضع المالي لنقابه القاهره في تحسن ملحوظ من ناحيه المصروفات ومن ناحيه الايرادات. انا عاوز اقول ان ميزانيه 2012 دي اول ميزانيه مكتمله للمجلس الجديد، احنا بدانا في 7/2011 كنا مسؤولين عن ميزانيه 2011 على 5 شهور فقط. الميزانيه اللي احنا اشتغلنا فيها بكامل يعني الوقت كله واخدنا فيها وقتنا كانت 2012 وان شاء الله 2013 و2014. بعد هذا العرض عاوز اسال الساده الحضور، هل في اي احد من الصيادله له اي كومنت او تعليق او له اي استفسار يحب نوضحه؟ طيب بكده مع الساده جهاز مركزي نبرئ ذمه المجلس من ميزانيه 2012 وموافق عليها. اللي موافق يرفع ايده. موافق. بكده تعتبر ميزانيه 2012 تم غلقها بملاحظاتها، واذا كانت في ملاحظات من الساده اعضاء الجهاز المركزي كما عرض السيد الامين العام سيتم تدارك في المره الجايه. بس باكد عليه تاني، دي اول ميزانيه كامله نشتغل بها احنا كمجلس تم انتخابه في شهر 7/2011. نشكركم ونستكمل باقي اعمال الجمعيه العموميه. احنا بنرحب بكل زمايلنا السياده اللي شرفونا ونورونا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين اولا. ثانيا طبعا نقابه القاهره نقابه العاصمه بتحتاج دايما للسبورت بتاع السياده كلهم، فمن ضمن المشاكل الرئيسيه اللي بنواجهها احنا اصحاب الصيدليات ودول يمثلوا حوالي 80% او 75% من صيادله القاهره هي مشكله الادويه
منتهية الصلاحية اللي متراكمة بصفة أبعاد كبيرة في الصيدليات. كمية أدوية غير عادية موجودة بالصيدليات وبتمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لأصحاب الصيدليات. فبالنسبة لنقابة صيدلة مصر عملت اثنين جمعية عمومية غير عادية، واحدة كانت في دار الحكمة وواحدة تانية كانت في قاعة المؤتمرات. بنرحب بحضراتكم مرة تانية مع حضراتكم الدكتور علاء عصمة، أمين عام مساعد نقابة وعضو لجنة الصيدليات. بالنسبة لموضوع المرتجعات اللي أفاض في شرحه الدكتور رضا مراد رئيس اللجنة، احنا بس بنحب نبشر حضراتكم ان في فيدباك ايجابي ان بعض الشركات الموزعة بدأت تستجيب للضغوط وترفع نسبة الخصم على مرتجعات الأدوية، وده مؤشر طيب. بندعو حضراتكم ان شاء الله نواصل الضغط ده، حتى على الأقل ان شاء الله نبقى في وضع تفاوضي أقوى من كده ان شاء الله في الاتفاقية القادمة مع شركات الأدوية. الحاجة الثانية ان احنا بنقول ان بالنسبة للمرتجعات احنا مصرين ان يحصل الاول وش اوت لكل الاكسبار الموجود في السوق قبل ما نوصل لاتفاقية عادلة ونسبة مرتجعات على كل الأدوية ترضي الصيادلة. السلام عليكم يا جماعة. يعني بصراحة انا حاسة بخيبة امل كبيرة جدا لما احنا نعمل جمعية عمومية للقاهرة اللي فيها 35,000 صيدلية او ما يزيد، ونضطر نجيب حديثي التخرج الدفعات علشان يجي ونكمل النصاب القانوني للجمعية. اعتقد ده شيء مش مبشر ابدا، ان انا اجيب طلبة عشان اعتمد بيهم ميزانية هم ما يعرفوش عنها حاجة، عشان اناقشهم في اكسباير واناقشهم في قرارات جمعية عمومية، ويا ترى مين من اللي موجودين الباقي اللي موجود اللي انا بعتمد عليه في التصويت انتوا ما تكملوش 30 صيدلي. يعني مين فيكم في الحكومة ومين فيكم في الـ هي دي القاهرة، هي دي الجمعية العمومية بتاع القاهرة، دي نقطة. طالما انتوا اتفضل دكتور، بس انا لسه ما كملتش كلامي. تمام، اهلا بيك يا دكتور. خالص صحيح، ما هو ده دكتور ده عندك حق بالظبط بالظبط يا دكتور، ولا اي حاجه. اتفضل اتفضل يا دكتور. تمام اتفضل. لما يجي لي واحد مفتش مش فاهم حاجه في الدنيا يقول لي انا الصيدله حديث التخرج، ايه في الصيدله مين مدير؟ طب اجيب مدير منين؟ عندك حق بالظبط دكتور. طيب احنا لما كنا انا ما كملتش كلامي يا دكتور. بالظبط عندك حق. تمام، ومين قال يا دكتور؟ تمام صحيح تمام صحيح بالظبط. فين؟ تمام تمام كل الكلام ده دي عيب صراحه صناعه. دخلت نقيب الصيادله قال لي انت عندك مشكله مع الشركات مش عايز تدفع فلوس عشان كده جايب لي مشكله. قلت له ده انا هشتري واشتري الكبده دي. تمام رحت فين حضرتك؟ رحت لدرجه الصيادله. دكتور حضرتك عارف ليه الصيادله ما جوش؟ انا عارفه والله. لا مش من فراغ، انا بقول الناس ما جاتش علشان النقابه كانت عامل طرد عشان ما وقفتش في ظهرك يا دكتور. لا بالعكس دكتور، عشان انا بقول ننفصل عن وزاره الصحه، عشان بقول الاضراب بتاعنا مش للكادر اللي بيختزل الاضراب والتصعيد بتاع الصيادله للكادر. اتفضل. انا صيدلانيه حره يا دكتور، انا لحضرتك ما سمعتنيش وما كملتش كلامي. انا صيدلانيه حره. حضرتك قطعتني في الاول دكتور. كمل يا دكتور كمل يا دكتور. عندك حق عندك حق. طيب طيب اللي انا عايز اقوله يا جماعه، بما انكم حل للتصويت، بما ان التصويت
بما ان التصويت قايم بيكو وهو ده يعني اعضاء القاهرة. الميزانية اللي انتوا اقرتوها واللي فيها 85,000 بدلات عن غير وجه حق للموظفين، اللي الموظف بياخد 7,000 و8,000 جنيه واللي في النقابة العامة بياخد 11,000 و12,000 جنيه. فانا بقى يعني بتمنى ان انتوا تاخدوا قرار ان الموظفين في النقابة الفرعية القاهرة يكونوا صيادلة. الصيادلة اللي احنا مالين نتبهدل عشانهم ونصعب بياخدوا 800-900 جنيه. في النقابات نقابات الصيدلة الموظف اي دبلوم بقى ولا اداب ولا تجاره بياخد 8,000. هل حد يعترض؟ انا شخصيا انا لو ينفع استقيل وادخل موظف، لو يقبلوني انا استقيل وادخل موظف واخد لي 8,000 جنيه. احنا بنتكلم في كادر وتصعيد، التحديات كبيره قوي. وفين التواصل؟ فين نقابه القاهره اللي جايبه 500 طالب ولا كام طالب يحلفوا القسم عشان مش قادره اجيب 200 صيدلي؟ وفي الاخر اللي قاعدين في القاعه اللي يهمهم الامر النص ده كله صحفيين، وادي حضراتكم اللي موجودين قصادي. يعني انا لو عديتكم الموضوع بجد يخزل، وانا اسفه جدا يا جماعه. دكتور مجدي، انا بعدينك دكتور بس اطلب الكلمه. فاكره دكتور مروه؟